لا يجد أبو حاتم إلا في أشعة الشمس وسيلة متاحة تطرد البرد من جسد طفله بعد أن عجز عن تأمين مستلزمات الدفء لعائلته. فالاحتياجات كثيرة اليوم، وحاله كالعديد من العائلات التي يبقى مصيرها مرهونا بيد من يستطيع تقديم المساعدة. بدنا حرامة، بدنا سفنجات، البرد شديد، الأولاد عم ببردوا، وإذا ركبنا صوبة مازوت ما في، يعني شايفين شلون الحالة طاول سيئة. نتمنى وضع لو حرامات، على هو بطانيات مثلا، سفنجات، مساعدة غذائية، يعني ولبس الأولاد، لبس الأولاد يعني أخذنا مرة واحدة. ولأجل هؤلاء جميعا يطلق الهلال الأحمر القطري حملته الإنسانية التي جعلت من الشتاء الدافئ شعارا لها، لتستهدف هنا معظم أحياء مدينة حلب بالبطانيات الشتوية التي أضحت متطلبا أساسيا مع اشتداد موجات البرد والصقيع. عم نقوم هلا بتوزيع حرامات للأهالي هون المنكوبة واللي عدى عليها برد قارس وما في عندها حرامات. نشكر الهلال القطري الله يجزيه الخير عنه وعن المسلمين اللي شارك هيك واللي دعم هالعائلات هي، ونتمنى هيك يستمروا بهالدعم كافة المنظمات وهن الأخوة كمان. ويخص الهلال الأحمر القطري في حملته مدينة حلب وحدها بأكثر من 8000 بطانية وزعت وفق جداول على العائلات الفقيرة والمحتاجة، كما تشمل الحملة أيضا كل من الغوطة الدمشقية وأرياف مدن إدلب وحماة واللاذقية، وذلك بهدف تخفيف معاناة السوريين وتوفير اللازم لتدفئتهم. احنا الهلال الاحمر القطري عم نفذ مشروع حمله الدفء بمدينه حلب، عم نوزع فيها بطانيات وحرامات والبسه شتويه للفقراء والمنكوبين مشان يواجهوا البرد. ولا يستثني الهلال الاحمر القطري المشافي من حملته، كما يقدم للاطفال في المدارس الالبسه القطنيه والشتويه بهدف رسم البسمه على وجوههم البريئه وتمكينهم من التصدي للبرد. مهام كثيره واهداف عده يضعها الهلال القطري على عاتقه في حملته التي تخطط ميزانيتها 300,000 دولار، فأن تجعل من البرد القارس شتاء دافئا ليس بالأمر السهل، إلا إذا كان الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته مصونين هو شعارك في العمل.